يعطيكم العافية. رح نبلش اليوم بموضوع جديد اللي هو Nursing Management of Patients with Alteration in Endocrine Functions. نبلش في Diagnostic Studies and Assessment of Endocrine System. Assessment of Endocrine System نبلش في إيش طريقة الأسسمنت، كيف نعمل أسسمنت للإندوكراين سيستم اللي هو للجهاز غدد الصماء. الهيستوري أول إشي بناخد الفاميلي هيستوري أوف إندوكراين بروبلمز، الألرجي أوف أيودين إذا فيه تحسس لليود، فتيك، بيرسوناليتي تشينجز بنشوف إذا إيش الأعراض الموجودة عند المريض مثل التعب أو الإجهاد، البيرسوناليتي تشينجز تغير في شخصية المريض، إنابيليتي تو سليب عدم القدرة على النوم، ويت لوس and frequent urination طبعا weight loss أو weight gain زيادة في الوزن أو نقصان في الوزن مع وجود frequent urination زيادة في التبول. الphysical examination اللي احنا بنعمله لهذا المرضى نطلع على الweight الهايت، بناخد الvital sign العلامات الحيوية، الphysical appearance بنطلع إذا في عنا أي أعراض جسدية واضحة، inspect the skin for excessive oiliness dryness hair growth or loss نطلع من راقب الجلد بنشوف هل في عنا زيادة في الدهنيات أو الزيت يعني إفراز الدهون على الجلد، هل في عنا جفاف، هل في عنا زيادة في نمو الشعر أو نقصان في نمو الشعر، نشوف إذا صار في عنا تغيرات جلدية أو تحطم في الجلد. examine shape and color of nails نراقب الأظافر ونشوف لونها وشكلها. نعمل examine للآي for exophthalmosis، والإكسوفثالموسس اللي هو جحوظ للعين أو بروتروجين خروج العين أو بروزها خارج للخارج، إكسوفثالموسس جحوظ وبروتروجين بروز. Observe client facial expression and general feature بدنا نراقب الفاشل expression اللي هي تعابير الوجه عند المريض، وإذا في عنا أي تغيرات أو خلينا نحكي مظاهر عامة بتصير على المريض. Inspect ample pay the neck of for thyroid enlargement or swelling بدنا نعمل palpation أول إشي inspect بدنا نشوف، بعدين بنعمل palpate بدنا نحس إذا صار في عنا أي تضخم في الغدد الدرقية في منطقة الرقبة أو إذا في عنا تورم فيها. Know the pulse rate and rhythm بدنا نشوف البلس والمعدل النبض وانتظام النبض. Examine the extremities for pain بدنا نراقب الرجلين إذا في عندهم أي ألم، إذا في عندهم إديمة تورم أو changes of pigmentation أو تغير في التلون يعني صار في تغير في ألوانهم. Auscultate the lung for abnormal sound بدنا نعمل فحص ونسمع أصوات التنفس أو أصوات الرئتين. Assess the client for mental and emotional status بدنا نراقب المريض لأي تغيرات عاطفية أو عقلية. الفحوصات المخبرية اللي احنا بنعملهم لهدول المرضى بنعملهم هرمونال ليفل، بنعمل فحص هرموني عشان نشوف مستوى الهرمونات، بنشوف الكورتيزول، بنشوف الانتي دايوريتيك هرمون والثايروكسين. الفحوصات الإشعاعية اللي ممكن نعملها للمرضى نعملهم السي تي سكان، نعملهم الام ار اي، ونعملهم فحوصات راديو نوكلايد نوكلايد ستدي اللي هي فحوصات خلينا نحكي نووية مثل الراديو اكتيف ايودين ابتيك تيست اللي هو اختبار امتصاص اليود المشع واللي هو بيشوفوا فيه قديش بتقدر القدرة الدرقية على امتصاص اليود. الراديو اميونو اسي وهذا فحص مخبري. الراديو اميونو اسي اللي هو عبارة عن فحص مناعي اشعاعي وهو فحص مخبري بتم فحص في الاجسام المضادة بطريقة بالاجسام المشعة طبعا بالمختبر هذا بينعمل الفحص. ثايرويد فانكشن تيست تي 3 والتي 4 بنعمل فحوصات للغدة الدرقية بشوف فيها فحص التي 3 والتي 4 اللي هي هرمونات الغدة الدرقية، ونكليير سكان اللي هو المسح النووي بيعملوه للجسم في حال احتاجه. الفقرة اللي تحت ما بدنا اياها هيك بكون حكينا عن assessment and diagnostic procedure. منبلش هلا في disorders of thyroid glands في صفحة 277 ونبلش في disorders of thyroid glands. disorder of thyroid glands the thyroid hormones thyroxine T4 and anti-iodothyroid
2 اللي هو T3 regulates energy metabolisms and growth and development. هلأ في اضطرابات الغدة الدرقية، أول موضوع رح نحكي عنه. بنعرف إنه الغدة الدرقية بتعمل على إفراز هرمونات الغدة الدرقية، هرمونات الغدة الدرقية اللي هو الثايروكسين اللي هو T4 وتراي أيودوثايرونين اللي هو T3، اثنين مع بعض بيعملوا على تنظيم الميتابوليزم، regulate الميتابوليزم اللي هي عمليات الأيض and growth and development، بيعملوا على تنظيم عمليات النمو والتطور عند المرضى. Disorders of thyroid glands include enlargement, benign and malignant nodules, inflammation and hyperfunctioning and hypofunctioning. الأمراض الأساسية أو الاضطرابات اللي إحنا بنشوفها في الغدة الدرقية، أول مشكلة ممكن نشوفها إشي اسمه thyroid enlargement. Thyroid enlargement له اسم تاني اللي هو الجويتر واللي هو الهايبرتروفي and enlargement of thyroid glands. إذا الثايرويد انلارجمنت اللي هو التضخم في الغدة الدرقية له اسم تاني اللي هو الجويتر، الجويتر أو الهايبرتروفي التضخم أو الانلارجمنت الكبر في الحجم الغدة الدرقية. من أهم أسبابه إنه يكون في عنا excess TSH stimulation، بيكون في عنا زيادة في تحفيز أو في إفراز thyroid stimulating hormone. الجويتر may also be caused by growth stimulating immunoglobulin and other growth factors، وقد يكون ناتج عن الجويتر أسباب أخرى، إنه يكون في immunoglobulin اللي هي خلينا نحكي بعض البروتينات المناعية، انه يكون في زيادة في تحفيزها واللي تأثر على الغدة الدرقية، او يكون في عنا growth factors عوامل النمو يكون في عنا خلل فيها وتعمل على زيادة في نمو وتضخم الغدة الدرقية. في عنا ممكن كمان في شيء اسمه الجايتروجينز. جايتروجينز يعني المواد التي تؤدي او مواد تؤدي الى حدوث الجويتر او الى تضخم الغده الدرقيه، ممكن يكون عن طريق بعض انواع الاكل او بعض انواع الادويه اللي لما بياخذها المريض بتعمل على ثايرويد انهيبيتنج سبستنس، بتحتوي على مواد تعمل على تثبيط الغده الدرقيه وبتعمل على كبر حجمها. النوع الثاني من الاضطرابات، شوفوا الصورة هون كيف رقبة المريضة كتير متضخمة، وهذا بيكون ناتج عن تضخم الغدة الدرقية. احنا بنعرف ان الغدة الدرقية مكانها موجود في الرقبة، فهون في عنا تضخم بالرقبة مع وجود اشي اسمه اكسوفثالموسز، والاكسوفثالموسز اللي هو عبارة عن جحوظ العينين، وهذا بنشوفه عادة في حالة الجويتر. نجي هلأ على الثايرويد نوديولز اللي هو النوع الثاني من اضطرابات الغدة الدرقية، اللي هو نوديولز اللي هو تورمات أو خلينا نحكي إنه يصير فيها زي كتل تكون في الغدة الدرقية. الثايرويد نوديولز بتكون بالبابل، إشي إحنا بنقدر نحسه، بتصير في الغدة الدرقية في الثايرويد جلاند، ما بي بناين أو مالجنانت، قد يكون حميض أو قد يكون خبيث. المشكلة الأخرى الثالثة اللي ممكن تصير في الغدة الدرقية في الصفحة اللي وراها اللي هي 278، في عنا إشي اسمه ثايرويدايتس. ثايرويدايتس اللي هو التهاب الغدة الدرقية. الثايرويدايتس اللي هو عبارة عن inflammatory process، عبارة عن عملية التهابية بتصير في الثايرويد gland that can have several causes ولها أسباب متعددة. طبعا الثايرويدايتس قد يكون سببها فيرال انفكشن، قد يكون بكتيريال او فنجال انفكشن، هاي من اهم اسباب الثايرويدايتس. الثايرويدايتس قد يكون اكيوت او سب اكيوت، وقد يكون كرونيك، ممكن يكون سب اكيوت او اكيوت فورمز اوف ثايرويدايتس، وممكن يكون كرونيك اوتو اميون ثايرويدايتس اللي هو يكون عندنا التهاب في الغده الدرقيه مزمن وناتج عن رد فعل مناعي اوتو اميون. ومن اهم هاي الامراض شيء اسمه هاشيموتو ديزيز او هاشيموتو ثايرويدايتس، وهذا بيعمل على هايبوثايرويدزم، بيعمل على انخفاض في نسبة انخفاض في وظيفة الغدة الدرقية. الهاشيموتوز ثايرويدايتس هو عبارة عن كرونيك اوتو اميون ديزيز، هو عبارة عن مرض مناعي مزمن in which thyroid tissue is replaced by lymphocytes and fibrous tissue، بتم استبدال الأنسجة الطبيعية للغدة الدرقية بغدد بخلايا ليمفية او أنسجة ليفية.
المرض اللي بعده اللي ممكن يصير في الغدة الدرقية بصفحة 279 اللي هو الهايبر ثايرويديزم أو الثايرو توكسيكوسيس. الهايبر ثايرويديزم اللي هو خلينا نحكي اللي هو فرط نشاط الغدة الدرقية، أو اسمها تاني ثايرو توكسيكوسيس اللي هو زيادة سمية الغدة الدرقية، يا يعني نحكيها هايبر ثايرويديزم أو ثايرو توكسيكوسيس. الهايبرثايرويديزم هو عبارة عن هايبر اكتيفيتي اوف ثايرويد جلاند with sustained increase in synthesis and release of thyroid hormones. The term لحظة ضعت بالسطر. The term thyrotoxicosis refers to the physiological effects or clinical syndrome of hypermetabolism that results from excess circulating level of T3, T4 or both. نيجي على الهايبرثايرويدزم. الهايبرثايرويدزم هو عبارة عن هايبر اكتيفيتي، زيادة في نشاط أو فرط في نشاط الغدة الدرقية، بالإضافة لزيادة في إفراز السنثيسز وإنتاج الهرمونات الغدة الدرقية. هلأ مصطلح الثايروتوكسيكوسيس معناته اللي هي التغيرات الفسيولوجية والعلامات والأعراض اللي إحنا بنشوفها نتيجة زيادة هرمون وظيفة الغدة الدرقية. إذا الثايروتوكسيكوسيس هي الفسيولوجيكال إفكتس، يعني التغيرات الفسيولوجية الناتجة عن زيادة إفراز هرمونات الغدة الدرقية. Hyperthyroidism and thyrotoxicosis usually occur together in Graves' disease. بنشوف فرط نشاط الغدة الدرقية مع سمية الغدة الدرقية، اثنين مع بعض بنشوفها في واحد من الأمراض اللي اسمه Graves' disease. الهايبرثايرويديزم يحدث عند النساء أكثر من الرجال، more in women more than men. With the highest frequency is in persons 20 to 40 years. وبيحدث في العمر ما بين 20 إلى 40 سنة، هي أكثر يعني هل نحكي الريسك فاكتورز اللي إحنا بنشوفها. الاتيولوجيز اوف هايبرثايرويديزم، اول شيء من اهم اسبابها في عنا شيء اسمه جريفز ديزيز. جريفز ديزيز هو عباره عن اوتو اميون ديزيز، هو عباره عن مرض مناعي اوف انون كوز، يعني ليس له معروف سببه. مارك باي ديفيوز ثايرويد انلارجمنتس، بيكون بيعمل على بنتج عنه تضخم في واضح في الغده الدرقيه. اكسسيف ثايرويد هرمون سكريشن، وزياده في افراز هرمونات الغده الدرقيه. من أهم أسباب الجريفز ديزيز أو من العوامل قد تؤدي إلى حدوث الجريفز ديزيز في عنا الانفكشن، العدوى أو الالتهاب، أو ستريسفول لايف ايفنتس، إنه تكون حياة الشخص موترة أو فيها كثير من المؤثرات والتوتر في حياة الشخص. في بعض الأحيان ممكن تكون جينيتيك فاكتورز، لها عوامل جينية أو عامل وراثي. النوع الثاني من الأسباب من الأمراض اللي بتعمل هايبرثايرويديزم أو الأسباب اللي بتعمل هايبرثايرويديزم اللي هو توكسيك نودولار جويترز، اللي هو التضخم في الغدة الدرقية السمي. نودولار جويترز are thyroid hormone secreting nodules that function independent to, of TSH stimulation. There may be multiple nodules, multi nodular goiters or a single nodules. التوكسيك نودولار جويتر هو عبارة عن خلينا نحكي تورمات أو أورام بتصير في الغدة الدرقية، بتعمل على زيادة في حجم الغدة الدرقية واللي هو الجويترز حكينا عنه، تضخم في الغدة الدرقية. هلأ هاي النوديولز أو الأورام اللي بتصير في الغدة الدرقية بتعمل على إفراز هرمونات الغدة الدرقية بمعزل عن الـ TSH هرمون. الـ TSH هرمون اللي هو Thyroid Stimulating Hormone. Thyroid Stimulating Hormone هو عبارة عن هرمون يتم إفرازه من الغدة النخامية، وهو اللي بيتحكم في وظيفة الغدة الدرقية. بتصير الغدة الدرقية تفرز عنا هرموناتها بدون ما تتأثر بالهرمون الغدة النخامية اللي هو Thyroid Stimulating Hormone، واللي هو الهرمون المحفز للغدة الدرقية، واللي هو بيحكي للغدة الدرقية إنها تعمل على زيادة إنتاجها أو قلة إنتاجها. فبصير تفرز زيادة في الهرمونات بغض النظر عن إنه الغدة النخامية بتقولها بهرمونها بتقولها إنها تخفف من الإنتاج. هلأ النوديولز ممكن تكون سينجل نوديولز، يعني بس يكون يعني بس تورم واحد، بيكون عندنا مالتي نوديولر أكثر من تورم موجود في الغدة الدرقية. The nodules are usually benign follicular adenomas. قد يكون بناين حميد، وقد يكون قد يكون مالجنانت.
طبعا التوكسيك نوديولار جويترز ممكن يحدث في اي عمر. العلامات والاعراض اللي احنا بنشوفها في حالات الهايبر ثايرويدزم، بالبيشن اوف ثايرويد جلاندز مي ريفيل اجويتر. ممكن انه لما نيجي نعمل بالبيشن نعمل حس وجس الغده الدرقيه نكتشف انه فيها تضخم وزياده في حجمها. اوسكالتيشن اوف ثايرويد جلاندز مي ريفيل بروتس، لما بنعمل فحص للغده الدرقيه بالسماعه اللي بنحطها على الغده الدرقيه بنسمع بروتس اللي هو زياده في الترويه الدمويه او صوت الاوعيه الدمويه الموجوده فيها، بتعطينا صوت اسمه بروتس. علامات واعراض اخرى ممكن انه احنا نشوفها اللي هو مع الهايبر ثايرويدزم، في عنا اللي هو الاوبثالموباثي. الاوبثالموباثي اللي هو عباره عن اضطراب او خلل بيصير في العيون، وهذا عباره عن مصطلح هو عباره عن تيرم يوز تو ديسكرايب ابنورمال اي ابييرنس، واللي هو عباره عن مصطلح يصف المظهر غير الطبيعي للعين، بالاضافه لانه بياثر على وظائف العين. من اهم الاعراض اللي احنا بنشوفها في الجريفز ديزيز اللي هو الاكسوفثالموسز، وحكينا عنها الاكسوفثالموسز اللي هو جحوظ العينين. نيجي على العلامات والاعراض. العلامات والاعراض موجوده في التيبلز هلا بنحكي عنها. اهم شيء بس نحكي قبليها مضاعفات الهايبرثايرويدزم، انه بيعمل ثايروتوكسيك كرايسيس اللي هي حاله من سميه الغده الدرقيه وبنسميها ثايرويد ستون. هاي ثايرويد ستون عاده لا تحدث عند المرضى الا اذا كان سدن صار في عنا ارتفاع في وظيفه الغده الدرقيه مفاجئ مره واحده، فبتعطينا شيء اسمه عاصفه الغده الدرقيه، او انه المريض كان عماله بيتعالج لفرط نشاط الغده الدرقيه وبعدين فجاه توقف عن اخذ العلاج فجاه، فممكن انها تصير عنده. برضه ممكن انه هو يكون اصلا هو عماله بيتعالج للغده الدرقيه وصار في عنده مثلا انفكشن ستريس جديد في الحياه تبعته، فبيعمل شيء اسمه ثايروتوكسيك كرايسيس اللي هي ازمه الغده الدرقيه او سميه الغده الدرقيه. في عنا بالتيبل الموجود في صفحه 280 في عنا اللي هي العلامات والاعراض للثايرويد هرمون او ديسفانكشن اللي هي بتاثر ومعطينا الهايبو فانكشن والهايبر فانكشن، انه فرط نشاط الغده الدرقيه او قلة نشاط الغدة الدرقية. خلينا نحكي عنهم بعد ما نحكي عن الهايبوثايرويدزم، نرجع للأعراض وبنحكي عنهم تنتين مع بعض. Diagnostic and evaluation of hyperthyroidism، خلينا نحكي التشخيص والتقييم لفرط نشاط الغدة الدرقية. أول إشي الهيستوري والفيزيكال إكزامينيشن اللي هو التاريخ المرضي والفحص الجسماني، أوبثالمولوجيك إكزامينيشن اللي هي بيعملوا فحص للعين، ECG تخطيط للقلب، لابراتوري تيست فحوصات مخبرية. الفحوصات المخبرية بيعملوا فيها نسبة T3 والT4 والTSH، حكينا T3 والT4 اللي هم هرمونات الغدة الدرقية والتي اس اتش ليفل اللي هو هرمون الغدة النخامية اللي بيتحكم في الغدة الدرقية. تي ار اتش ستيميوليشن تيست اللي هو فحوصات بنعمل للثايرويد لتحفيز قديش بتتحفز عندنا الغدة الدرقية، والراديو اكتيف ايوتين ابتيك اللي هو فحص بنعمل عشان نشوف قديش الغدة الدرقية بتمتص من المادة المشعة واللي هو بيستخدموها عادة اللي هي الايوتين. العلاج للهايبرثايرويدزم ممكن يتم علاجها بعدة طرق، من أهمها دراج ثيرابي، ممكن عن طريق الميديكيشن، ممكن عن طريق الرادياشن اللي هي نعطي إشعاع أو عادة بيعطوا مادة مشعة، ممكن تكون سيرجري عن طريق العملية، وممكن تكون عن طريق النيوتريشنال ثيرابي عن طريق تغذوي. في الدراج ثيرابي بيعطوا انتي ثايرويد دراجز يعني ادويه مضاده للغده الدرقيه، ومن اهم الادويه في عنا البروبيل ثايرويوراسيل، وفي عنا الميثامازول، هاي من الادويه اللي بتنعطى لعلاج الغده الدرقيه. طبعا اسماء الادويه انا ما بتهمني، بس نعرف انه في عنا انتي ثايرويد دراجز اللي هي ادويه مضاده للغده الدرقيه. في عنا كمان بيعطوا طبعا للمرضى هدول بيعطوا البيتا ادرينرجيك بلوكرز. ليش بيعطوها؟ بيعطوها عشان يخففوا من تسارع نبضات القلب، لانه المريض اللي بيكون في عنده زياده او فرط في نشاط الغده الدرقيه بيصير في عندهم زياده في عمليات الايد، زياده عمليات الايد تعمل على زياده في نبضات القلب. هلا عشان يتحكموا في نبضات القلب بيعطوهم بتا ادرينرجيك بلوكر اللي هو بيعطوهم بروبرانولول او الانديرال.
الراديشن ثيرابي بيعطوا مادة مشعة، بيعرضوا الغدة الدرقية لمادة مشعة، وهاي المادة المشعة بتعمل على تثبيط وظيفة الغدة الدرقية. ممكن السيرجيكال ثيرابي اللي هي عبارة عن عملية جراحية بتنعمل للغدة الدرقية في منطقة الرقبة، بيعملوا فيها استئصال للغدة الدرقية، يا إما توتال أو بارتشل، يعني ممكن يعملوا استئصال كامل للغدة الدرقية أو لجزء من الغدة الدرقية إذا كان فيها تضخم في جزء منها، بشيلوا بس الجزء المتضخم. النيوتريشنال ثيرابي اللي هو عبارة عن العلاج الغذائي، بيعطوا فيها هاي كالوري دايت اللي هو أكل بيحتوي على سعرات على حرارية عالية، وبيعطوا هاي بروتين دايت اللي هو أكل بيحتوي على بروتينات، بالإضافة لفريكوينت ميلز لتكرار في الوجبات عشان يقدر المريض انه ياخذ وجبات تتناسب مع عمليات الايض او الزياده في عمليات الايض عندهم، وعشان ما يصير في عندهم انخفاض في الوزن. النيرسينج امبلمنتيشن، ذا نيرس نيدز تو ادمنستر ميديكيشن ذات بلوك ثايرويد هرمونز. طبعا احنا از نيرسز دورنا انه احنا نعطي المريض الميديكيشن حسب الريكوست اوف الفيزيشن ريكوست. Nursing management also includes provision for supportive therapy. بدنا نعمل علاج داعم. Supportive therapy includes إنه نعمل monitoring للcardiac dysrhythmias. بدنا نراقب أي تغيرات أو عدم انتظام في القلب. Ensuring adequate oxygenation. أتأكد إن المريض بياخد أكسجين كافي أو بوصل أكسجين كافي. نعطي IV fluids إذا اضطرينا نعطي المريض سوائل. طبعا هذا لما بيكون في عنا بالمستشفى. برضو من الرول تبعنا انه احنا نحط المريض في كالم كويت روم، نحطه بغرفة تكون هادية رايقة. طبعا هدول المرضى بيكون عندهم زيادة في عمليات الايض، بيكون اصلا درجة الحرارة عندهم ما بتحملوا الارتفاع في درجة الحرارة، ما بتحملوا الازعاج، عشان هيك لازم نحطهم في غرفة تكون هادية تكون رايقة، حتى درجة الحرارة يفضل انها تكون فيها اقل من العادي، يعني يكون فيها مروحة، يكون فيها كونديشن عشان نخفف اللي هو الضغط على المريض. Provide for adequate rest، نخلي المريض يرتاح بشكل جيد عشان ما يصير في عندهم أي irritability أو restlessness، نطلب من المريض إنه يعمل relaxation ويرتاح. Specific intervention may include placing the patients in a cool room، حكينا بنحطه بغرفة باردة، away from very ill patients، ونحطه بعيدا عن المرضى اللي بيكونوا يعني تعبانين كتير، يفضل انه يكون بغرفة لحاله المريض، او لما يكون مرضى معه يكون الحالة تبعت المرضى تكون خفيفة او متوسطة، بعيدة عن الإزعاج، وبعيدة عن ما يكون شباكها على مثلا على الشارع الرئيسي عشان ما يكون فيها إزعاج عالي. نستخدم أضواء الأضواء واللايت بيد كفرينج اند تشينجينج ذا لينن فريكوينتلي اف ذا بيشنت از دايفوريتيك، اذا المريض بتعرق كثير لازم ان نعمل تغيير للشراشف للمريض باستمرار عشان التعرق. انكرجينج اند اسيستينج وذ اكسرسايز، بدنا نشجع المريض ونساعده في عمل بعض التمارين الخفيفه. Establishing a supportive trusting relationship to help the patients cope with aggravating events and lessen anxiety، مهم جدا انه احنا نعمل علاقة طيبة مع المريض بحيث انه عشان نخفف على المريض الاوقات اللي ممكن يصير فيها زيادة في القلق عنده، او يكون في عنده يعني زيادة في فرط او عندهم زيادة في الغدة الدرقية، نشاط الغدة الدرقية، عشان نحاول انه احنا نخفف عنهم هاي الفترة. Nursing intervention to relieve eye discomfort، طبعا حكينا انه من بعض الاضطرابات اللي بتصير عند هدول المرضى انه ممكن يصير في عندهم تغيرات في العين، فاحنا بدنا نعمل اي اجراءات بتخفف عدم الراحة اللي بتصير عندهم في عيونهم لهدول المرضى. نيجي هلأ في حالة الثايرويد سيرجري، إذا المريض فيه له عملية جراحية وين أصب توتال هايبر ثايرويدكتومي is the treatment of choice. The patient must be adequately prepared to avoid post-operative complication. طبعا مهم جدا إنه نجهز المريض قبل العملية لبعض الأشياء.
هلا pre-operative teaching should include comfort and safety measure in which the patient can participate. طبعا بدنا نعلم المريض بعض الإجراءات اللي ممكن يحتاجها بعد العملية عشان يضل مرتاح ويحافظ على مكان العملية بدون ما يأثر عليه. Coughing, deep breathing and leg exercise should be practiced and their importance explained. مهم جدا اني اشرح للمريض انه بعد العملية لازم تعمل coughing عشان تروح عشان تطلع الافرازات، كيف انك انت تعمل deep breathing exercise اللي هي تمارين التنفس العميق عشان تحافظ على وظائف الرئتين. الليج اكسرسايز عشان المريض ممكن يقعد بسرير فما يصير في عنده اي مشاكل في الرجلين فيعمل ليج اكسرسايز، هاي كلياتها بنشرحها للمريض قبل العملية عشان يعملها بعد العملية. The patient should be taught how to support the head manually، وهذا اشي كتير مهم. هلا العملية للمريض بتكون في الرقبة، فمثلا المريض بده يجي يتحرك ممكن يرجع راسه لورا، اذا رجع راسه لورا كتير ممكن يأثر على مكان العملية ويؤدي انها مثلا لا سمح الله انها ترجع تفتح العملية، فعشان هيك لازم قبل العملية نعلم المريض انه انت لما بدك تتحرك بعد العملية لازم تعمل دعم لراسك، تعمل سبورت للهيد بايدك، تمسك راسك بايدك من الخلف عشان ما يرجع الراس للخلف اثناء الحركة او اثناء تحركك في السرير. Range of motion exercise of the neck should be practiced. The nurse should explain routine post-operative care such as IV infusion. طبعا نحكي انه range of motion اللي هي مدى الحركة للرقبة ممكن انه احنا نعملها لكن مع دعم الرأس عشان ما تأثر عنا، ومع الهايبر اكستنشن ممنوع انه احنا نعملها. هايبر اكستنشن انه يرجع المريض رقبته للخلف، فهاي من الأشياء الممنوع إنه يعملها. The nurse should explain routine post-operative care، إنه نشرح للمريض إيش الرعاية العادية اللي إحنا بدنا نعمل إياها بعد العملية، وقد تتضمن مثلاً إعطاء السوائل الوريدية. بعد الثايرويدكتومي، بعد السيرجري، after surgery the nurse do the following. إيش الأشياء بدنا نعملها after surgery؟ أول إشي assess the patient every 2 hours، بدي أراقب المريض كل ساعتين لمدة 24 ساعة لأي علامات تدل على النزف أو tracheal compression، ضغط على منطقة التراكيا اللي هي القصب الهوائية. Place the patient in semi-fowler position، المريض لازم يكون في semi-fowler position يعني الهيد اوف بيد بيكون ما بين 15 لـ 45. And support the patient head with pillow، ندعم رأس المريض بمخدة. بدنا نحكي للمريض انه ما يعمل flexion او hyper extension لأنك عشان ما يعمل اي tension on the suture line، لا ما يحرك رقبته لا للأمام ولا للخلف عشان ما يصير في عنا تأثير على القطب أو مكان الجرح. نراقب العلامات الحيوية، monitor vital sign و complete the initial assessment by checking for sign of tetany. بدنا نراقب المريض عشان نشوف لا سمح الله إذا في عنده أي أعراض تدل على التكزس اللي هو التيتاني أو hypoparathyroidism أو تأثير أو على انخفاض في وظيفة جرات الغدة الدرقية. ال control post-operative pain by giving medication، بدنا نراقب المريض ونخفف الألم عنده اللي ممكن يصير بعد العملية من خلال إعطاء الأدوية المسكنة للألم. هيك بنكون خلصنا الهايبر hyperthyroidism. نيجي على الهايبوثايرويدزم واللي اسمها اللي هي الميكسيديما. الهايبوثايرويدزم أو الميكسيديما أسبابها، أول إشي ممكن يكون ناتج عن الأيودين ديفيشنسي، عن نقص في الأيودين، وهو الكومون كوز أوف هايبوثايرويدزم، وهو من أكثر الأسباب شيوعا عند المرضى. هايبوثايرويدزم ممكن يكون نتيجة تريتمنت أوف هايبرثايرويدزم، يعني المريض أصلا يكون عنده هايبرثايرويدزم، انعالجه يصير عنده هايبوثايرويدزم، يعني مثلا صار في عنده استئصال كامل للغدة الدرقية. استئصال الغدة الدرقية معناته المريض صار عنده هايبوثايرويدزم، بطل في عنده غدة درقية، فبالتالي قد يكون الهايبوثايرويدزم ناتج عن علاج فرط نشاط الغدة الدرقية. دراكس مثل الأميدرون، بعض الأدوية اللي ممكن يأخذها المريض واللي ممكن مثلا مثل الأميدرون اللي بيحتوي على أيودين أو الأدوية اللي بتحتوي على الليثيوم ممكن تأثر على الغدة الدرقية وعلى هرمونات الغدة الدرقية فبتعمل هايبوثايرويدزم. الهايبوثايرويدزم اللي هي قلة نشاط الغدة الدرقية، الهايبرثايرويدزم اللي هو فرط نشاط الغدة الدرقية، نضل نتذكر المعنى تبعهم.
الهايبوثايرويديزم ذات ديفلوب ان انفانسي، برضه ممكن الهايبوثايرويديزم يكون متطور عند المريض منذ الولاده او ممكن خلال فتره الرضاعه، واللي بنسميه بهاي الحاله كراتينيزم، سمول كراتينيزم. از كوزد باي ثايرويد هرمون ديفيشنسي ديورينج فيتال اور ايرلي نيونيتال لايف، واللي بيكون ناتج عن نقص في هرمونات الغده الدرقيه خلال المرحله الجنينيه او خلال حياه البيبي او اول ما ينولد. العلامات والأعراض اللي إحنا بنشوفهم، المريض بيكون في عنده فتيك، لثيرجيك، تعبان، مجهد، experience personality and mental changes، تغيرات في شخصية المريض، تغيرات عقلية عند المريض ممكن تصير. The mental changes seen in hypothyroidism قد تكون impaired في الميموري، تغير في الذاكرة، slow speech، يصير عندهم البطء في الكلام، decreased initiative، يصير المريض يعني ما عنده ابتداء أو قلة في إبداء في بداء ابتداء أو قيامه في بعض المهارات أو بعض الأشياء. سومنولنس، الوحدة عند المريض وإنه دائما قاعد لحاله. Many individuals with hypothyroidism appear depressed، ممكن يصير في عندهم depression أو يظهر عليهم بعض أعراض الاكتئاب. Sleeps long period for time، بيناموا لفترات طويلة باليوم. Low exercise tolerance، ما بيقدروا يتحملوا أي نشاط إضافي، بيصير مباشرة عندهم shortness of breath، صعوبة في التنفس لما يقوموا بأي نشاط. أنيميا، ممكن يصير في عندهم فقر دم، وهي من الكومون فيتشرز اللي بنشوفها في الهايبوثايرويديزم. إريثروبيوتين ليفل ما بي لو اور نورمال، هرمون الإريثروبيوتين هو عبارة عن هرمون يتم إفرازه من الكليتين، بيكون نسبته أقل من الطبيعي. الجي اي موتيليتي، حركة الأمعاء، بصير فيها قلة في حركة الأمعاء، بصير فيها ديكريز في حالة الهايبوثايرويديزم. وفي بصير عندهم حالة اسمها أكلوروهايدرا، واللي هي absence or decrease في الهيدروكلوريك أسيد، اللي هي قلة حمض المعدة. بصير عند المرضى constipation، إمساك، وهي من العلامات والأعراض الشائعة اللي إحنا بنشوفهم عندهم، بتكون ناتجة عن قلة حركة الأمعاء. تغيرات فيزيائية أخرى ممكن نشوفها، بصير عندهم cold intolerance، ما بتحملوا البرد، بصير في عندهم hair loss، فقدان للشعر، بصير عندهم dry and coarse skin، بصير في عندهم جفاف في الجلد، brittle nails، بصير الأظافر عندهم بتتكسر، hoarseness، تغير في صوتهم، فبصير عندهم تغير في طبيعة صوت المرضى، muscle weakness، ضعف في العضلات وتورم في العضلات أو swelling، and weight gain، وزيادة في الوزن. والويت جين عادة بيكون نتيجة ديكريز في الميتابوليك ريت، لأنه قلة في معدل الأيض عندهم. Women with hypothyroidism frequently complete of menorrhagia، الست اللي بيكون في عندها انخفاض في وظائف الغدة الدرقية عادة بتعادي من المينوريجيا، اللي هو زيادة في الدورة الشهرية أو زيادة في الطمث. In the older adult، في عند الناس الكبار بالسن، the typical manifestation of hypothyroidism including fatigue, cold and dry skin، العلامات والأعراض اللي بنشوفها عند الناس الكبار في السن تتضمن الإجهاد، cold and dry skin، إنه بكون الجلد عندهم جاف وبارد، hoarseness، تغير في صوت المريض، hair loss، بصير عندهم فقدان في الشعر، constipation and cold intolerance، إمساك وعدم تحمل البرد. الـ Diagnostic Evaluation اللي احنا بنعملها لهدول المرضى، الـ History والـ Physical Examination، T3 والـ T4 بنعمل فحوصات الغدة الدرقية، و TSH اللي هو فحص أو هرمون الغدة النخامية، TRH Stimulation Test، فحص بنعمله للغدة الدرقية عشان نشوف قديش في تحفيز فيها ولا ما فيها تحفيز. الـ Treatment أو العلاج لهدول المرضى، ثايرويد هرمون ريبليسمنت، بنعطيهم تعويض لهرمون الغدة الدرقية اللي هو الثايروكسين، وطبعا بهاي الحالة بياخدوا الثايروكسين لايف لونج، يعني طول حياتهم. مونيتر ثايرويد هرمون ليفلز اند ادجست دوزج، طبعا لما احنا نبلش العلاج للمريض وياخد بلش ياخد الثايروكسين، لازم يتم مونيتر لثايرويد هرمون، يعني بعد كل 3 شهور بيعملوا فحص لهرمون الغدة الدرقية للتي 3 والتي 4، وبشوفوا هل الليفل تبعه وصل للمرحلة اللي احنا بدنا اياها، اللي تكون الليفل الطبيعي ولا لا، وبنعمل تغيير لا
الجرعة بناء على ذلك إذا كان المريض بحاجة. نيوتريشنال ثيرابي تو بروموت ويت لوس، بدنا نعمل زي علاج تغذوي للمريض عشان يفقد وزنه اللي صار عنده زيادة نتيجة قلة العمليات الأيض. البيشنت اند فاميلي تيتشنج اللي هي بدنا نعلم المريض والأهل كيف يتعامل مع المريض، إيش الأشياء اللي بيحتاجها، كيف الالتزام بالدواء، لازم إنه يكون ملتزم بالدواء. مضاعفات الهايبوثايرويديزم، المضاعفات impairment of consciousness or coma، بصير في عندهم قد يعني يحدث عندهم خلل في الوعي، ممكن يصير عندهم كوما لا سمح الله إذا ما تم اكتشاف المشكلة. الميكسيديما كوما كان بي precipitated by infection drugs especially opioid tranquilizers and barbiturate exposure to cold and trauma. إيش العوامل اللي بتحفز وبتعمل عند المريض إشي اسمه ميكسيديما كوما اللي هي زي غيبوبة الميكسيديما. هاي الغيبوبة بتصير عند المرضى الهايبوثايرويديزم، قد يكون من أهم أسبابها إنه المريض صار في عنده انفكشن، عدوى جديدة صارت عنده، أخذ أدوية خصوصا بعض الأدوية اللي بتحتوي على الأوبيويدز اللي هي المخدرات اللي فيها مواد مخدرة أو المهدئات ترانكولايزرز أو الباربيتوريت، والباربيتوريت بيستخدموها برضو من أنواع المهدئات اللي بيستخدموها في حالات الصرع. إذا تعرض للبرد مفاجئ، إذا صار في عنده تروما، هاي كلياتها من الأسباب اللي ممكن تعمل عند المريض الميكسيديما كوما. It is characterized by subnormal temperature, hypotension and hypoventilation. العلامات والأعراض اللي بنشوفها عند المريض اللي دخل بالميكسيديما كوما، بصير في عندهم انخفاض في درجة الحرارة بتكون أقل من الطبيعي، hypotension انخفاض في الضغط and hypoventilation انخفاض في معدل التنفس. الإجراءات اللي إحنا بنعملها nursing implementation. Most individuals with hypothyroidism do not require acute nursing care. طبعا معظم المرضى اللي عندهم hypothyroidism ما بيحتاجوا لرعاية تمريضية لأنهم عادة بتم علاجهم خارج المستشفى، لكن إذا صار في عندهم ميكسيديما كوما بهاي الحالة بيحتاج لرعاية تمريضية وبحاجة لدخول إلى المستشفى، وعادة بيتم دخوله للإنتنسيف كير يونت أو لوحدة الرعاية الحثيثة. The nurse will administer thyroid hormone replacement therapy. إذا دخل عندنا المريض بدنا نعطيه العلاج اللي هو الثايروكسين. If patient is hyponatremic, hypertonic saline may be administered. إذا في عنده انخفاض في مستوى الأملاح والصوديوم mainly في الجسم، بدنا نعطي normal saline عشان نرفع من مستوى الأملاح. طبعا هاي الإعطاء الأدوية والسوائل بيكون حسب الدكتور request. النيرس شود مونيتور كور تمبريتشر، بدنا نراقب درجة حرارة المريض لأنه عادة بيكون في عندهم انخفاض في درجة الحرارة. For assessment of the patient's progress بدنا نراقب أي تغيرات وتطورات في حالة المريض سواء للأحسن أو للأسوأ. بدنا ناخذ العلامات الحيوية، بدنا ناخذ الوزن للمريض، بدنا نشوف الانتيك والأوتبوت اللي هي السوائل المأخوذة والمطروحة، بدنا نشوف إذا صار في عند المريض أي إديمة، فيزيبل إديمة صارت عنده ولا لا. الكارديك اسيسمنت اللي هي بنعمل تقييم لوظائف القلب، وهي الاشياء اللي لازم نعملها لهدول المرضى عشان نشوف هل صار في عندهم ريسبونس استجابه للتريتمنت اللي احنا عمالنا بنعطيها. انرجي ليفل اند منتال اليرتنس شود بي نوتد، بدنا نراقب المستوى الحركي عند المريض والطاقه الموجوده عنده ونشوف قديش في عنده وعي عقلي او انه يعني في عنده تغيرات في شخصيته او في الامور العقليه، وحكينا انه بصير في عندهم ميموري لوس، نشوف هل لسه هاي الاعراض موجوده ولا لا. بس النيرسينج امبلمنتيشن، بس نرجع للجدول اللي حكينا عنه اللي هو العلامات والأعراض لبوث الهايبو والهايبر ثايرويدزم. الهايبو فانكشن على الجهاز القلبي أول إشي كل سيستم، وإيش الأعراض اللي بتصير عنده. على الكارديو فاسكولار سيستم في الهايبو فانكشن بصير في عندهم increase capillary fragility، بصير في عنا الأوعية الدموية بتصير فراجايل، فراجايل يعني بتصير سهلة التكسر، بتصير حساسة. decrease rate and force of contraction، بتقل عنا معدل نبضات القلب.
varied change in blood pressure, تغير في blood pressure وعادة بيكون انخفاض في الضغط الدموي. Cardiac hypertrophy, distance heart sound وأنيميا, بصير في عندهم تضخم في عضلة القلب وبصير في عندهم أنيميا, فقر في الدم. Tendency to develop heart failure, angina, myocardial infarction, والمريض بيكون عرضة إنه يتصور عنده فشل قلبي, إنه يصير في عنده ذبحة صدرية ويصير في عنده myocardial infarction اللي هي الجلطة القلبية. هذا في حالة الهايبوفانكشن أو الهايبوثايرويدزم. في حالة الهايبر اللي هو فرط نشاط الغدة الدرقية, بصير في عندهم systolic hypertension, ارتفاع في الضغط, increase في rate and force of cardiac contraction, زيادة في معدل وقوة نبضات القلب. bounding rapid pulse, البلس بيكون في عندهم bounding يعني بينبض بقوة وبيكون سريع. increased cardiac output, زيادة في نتاج القلب. cardiac hypertrophy, ممكن يصير في عندهم تضخم في عضلة القلب نتيجة زيادة الوظيفة. systolic murmurs اللي هو صوت غير طبيعي في القلب عند الانقباض. بصير عندهم dysrhythmias, عدم انتظام في نبضات القلب, بصير عندهم palpitation اللي هو خفقان في القلب, ممكن يصير عندهم لا سمح الله atrial fibrillation اللي هو تسارع شديد في نبضات القلب, ممكن يصير عندهم angina اللي هي الذبحة الصدرية. الريسبيراتوري سيستم بصير عند الهايبو ديسبنيا, decreased breathing capacity, بصير عندهم صعوبة بالتنفس وقلة قدرة التنفس. أما في الهايبر بصير في عندهم زيادة في معدل التنفس ليتناسب مع زيادة في معدل نبضات القلب. وديسبنيا on mild exertion, بصير في عندهم صعوبة في التنفس مع وجود مثلا مجهود إضافي. الجهاز الهضمي اللي هو الجاسترونتستينال سيستم, في الجهاز الهضمي بصير في عندهم decreased في الابيتايت, قلة الشهية, بصير في عندهم نوزيا وvomiting, العيان مع استفراغ, زيادة في الوزن لقلة عمليات الأيض, constipation, امساك, distended abdomen, تمدد أو زيادة في حجم البطن, enlarged scaly tongue, وبصير في عندهم تضخم في اللسان. بالنسبة للهايبرثايرويدزم بصير في عندهم زيادة في الأبيتايت, زيادة في الشهية, بصير عندهم زيادة في العطش اللي هو thirst, بصير عندهم مع إنهم بياكلوا كتير بصير عندهم weight loss لأنه عمليات الأيض عندهم أكثر من المعدل الطبيعي. بصير عندهم increase في البريستاسيس, زيادة في الحركة الدودية, فبالتالي بصير عندهم ديارية وfrequent defecation, بصير في عندهم إسهال وتكرار في عملية الإخراج. increase bowel sound, زيادة في معدل أو في أصوات الأمعاء. ممكن يصير في عندهم سبلينوميجالي, تضخم في السبلين, وهيباتوميجالي, تضخم في الكبد. بالنسبة للانتيجومنتري سيستم للجلد, بالنسبة للهايبو ثايرويدسم بصير في عندهم dry thick inelastic cold skin thick brittle nails, بصير في عندهم جفاف مع زيادة في سماكة الشعر والجلد والأظافر, وبتكون بيفقد مرونته هاي الأجزاء أو هاي الأعضاء اللي هو الجلد والأظافر. الشعر نفس الاشي, بصير فيه جفاف وبصير فيه زي تكسر او تقصف بسموها الكورس هير. بور تيرجر اوف ميكوزا, بتنجي على الاغشية المخاطية, بتكون ناشفة, بتكون يعني مش بطبيعتها العادية. جنرالايزد انترستيتشال اديما وبافي ايز, بيكون في عندهم زيادة في خلينا نحكي تجمع السوائل بشكل عام في الجسم وبالوجه بحد ذاته. وبفي فيس, بيكون الوجه متورم من قد ما هو مجمع سوائل, تورم في الوجه خلينا نحكي. ديكريز سويتنج, بقل عندهم التعرق وبصير في عندهم بالور اللي هو شحوب. بالنسبة للهايبرثايرويدزم بصير في عندهم warm smooth moist skin, طبعا هون لانه بصير في عندهم زيادة في التعرق فبكون الجلد دايما دافي, بيكون رطب دايما. بريتل نيلز حتى الأظافر مع أنه في رطوبة لكنها تؤدي إلى تكسرها. النيل بيد أنكايلوسيس, بيصير في عنا تغير في 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 في, في, في الأظافر منطقة النيل بيدز اللي هي اللي محل الأظافر اللي بتكون راكبة عليها, لدرجة إنه ممكن يصير في عندهم خلع في الأظفر, ينخلع من مكانه. هير لوس, بيصير في عندهم فقدان في الشعر. كلابينج أوف فيجر, كلابينج اوف فينجرز, بصير في عندهم الاظافر بتكون بارزه للاعلى. بالمر الرديمه, بصير في عندهم احمرار في منطقه باطن اليد. فاين سيلكي هير, الشعر بيكون ناعم. بريماتشور
جراينج ان من بريماتشور جراينج، يعني بصير في عندهم تغير في لون الجلد، ديافوريسيس فيتيليجو، بصير في عندهم زياده في التعرق، بيريتيبيا الميكسيديما انفلتراتيف ديرموباثي اللي هو بصير في عندهم زي زياده في حجم السوائل او خلل في الجلد في منطقه الاطراف السفليه. الماسكولوسكيليتال سيستم في الجهاز الهيكلي العضلي، في الحالتين بصير في عندهم فتيك، بصير في عندهم مسل ويكنس. في الهايبوثايرويدزم بصير في عندهم ماسكولار ايك، الم في العضلات وسلو موفمنت، تباطؤ في الحركه، ارثريلجيا، الم في المفاصل. اما في الهايبرثايرويدزم بصير في عندهم زي ما حكينا فتيك، مسل ويكنس اند بروكسيمال مسل ويستنج، استنزاف للعضلات، ديبندنت اديما، بصير في عندهم تورم في الاطراف السفليه، تجمع سوائل في الاطراف السفليه، والاوستيوبروسيس، هشاشه في العظام. الجهاز العصبي بيصير عندهم أباثي اللي هو تبلد في الإحساسات، لثيرجي، تعب وإجهاد، فتيك، فورغيتفولنس، فقدان في الذاكرة أو نسيان، فورغيتفولنس يعني نسيان، سلود منتال بروسيس، تباطؤ في العمليات العقلية، هورسنس، تغير في صوت المريض، سلو سليرد سبيتش، بيصير عندهم تباطؤ وتأتأة عند المريض، برولونج ريلاكسيشن أوف ديب تندون مسل، بيصير في عندهم ريلاكسيشن يعني استراحة في العضلات والأوتار تبعتها، فبتصير الاستجابة العضلية أقل من الطبيعي. ستيوبر كوما، بصير عند المريض تبلد وبدخل في غيبوبة. بارستيزيا، نمنمة، أنكزيتي، قلق، ديبريشن، اكتئاب، أند بولي نيوروباثي، بصير في عندهم تلف في الأعصاب. بالنسبة للهايبرثايرويدزم بصير في عندهم difficulty in focusing eyes، صعوبة في تركيز العين، نيرفسنس، عصبية، فاين تريمورز، بصير في عندهم زي رشفة بالإيد وبالأصابع والتنج اللسان، انسومنيا، قلق، ما بيعرف ينام، لابيليتي اوف مود، بصير عندهم تغير، او لابيليتي في المزاج اللي هو بصير عندهم المزاج متقلب، بصير عندهم ديليريوم اللي هو الهذيان، ريستلسنس، عدم الراحة، personality change and irritability، اضطراب وتغير في الشخصية، agitation، عدوانية، hyper reflexia، زيادة في المنعكسات، depression، فتيك، apathy، اكتئاب، تعب وإجهاد. هذا بنشوفهم بس في الأولدر أدلت، and lack of ability to concentrate، عدم القدرة على التركيز، تيوبر كوما، هذا إذا كان في عنا زيادة في نشاط الغدة الدرقية أو في حالة الثايروتوكسيكوسيس، خلينا نحكي اللي هي سمية الغدة الدرقية. الريبرودكتيف سيستم، prolonged menstrual period or amenorrhea، زيادة في فترة الطمث أو انقطاع في الطمث، decreased libido وinfertility، بتقل الرغبة الجنسية وبصير عندهم infertility اللي هو عقم. بالنسبة للهايبرثايرويدزم، منستريوال ايريجوليشن، عدم انتظام في الطمث او الدورة الشهرية، وممكن يصير عندهم امينوريا، انقطاع فيها، decreased libido، impotence in men، ممكن تؤدي الى قلة الرغبة الجنسية ويصير عندهم عقم. الانتيجومنتري سيستم اللي هو الجلد، increase susceptibility to infection، بصير عندهم عرضة للإصابة بالعدوى، هذا في الهايبوثايرويدزم، increase sensitivity to opioid، زيادة التحسس للأوبيويد والباربيتوريت لبعض الأدوية، intolerance to cold، عدم التحمل البرد، decreased hearing، بقل عندهم السمع، بصير عندهم sleepiness وغويتر، تضخم في الغدة الدرقية. بالنسبة للهايبرثايرويدزم بصير في عندهم عدم تحمل للهيت، intolerance to heat، increase sensitivity to stimulant، زيادة الحساسية لبعض المحفزات، بعض الأدوية بتأثر عليهم، elevated basal temperature، ارتفاع في درجة الحرارة، بصير في عندهم lid lag اللي هو lid اللي هي العين،
من الأعلى بتصير في عندهم زي نزول فيها أو مرونة فيها، الأيلتس ريتراكشن تغير في في الأيلتس الحاجب، اكسوفثالموسس شحوب في العينين، وجويتر رابيد سبيتش بصير في عندهم تسارع في الكلام. تقريبا هاي الفروقات. لازم نعرف انه الهايبوثايرويدزم بتقلل من نشاطات جميع الاجهزه تقريبا، في المقابل الهايبرثايرويدزم تعمل على زياده في نشاط اجهزه الجسم. فبنكون لو ميزنا فيهم انه التنتين، واحدة بتكون هايبوثايرويدزم، الهايبو قلة في عمليات الايض وما ينتج عنها، والهايبرثايرويدزم زيادة في عمليات الايض وما ينتج عنها. بنوقف هون، وعشان نحكي المرة الجاي عن الموضوع اللي بعده اللي هو المشاكل اللي بتصير في البارا ثايرويدزم اللي هي غدة جرات الغدة الدرقية، بنحكي عنها في المحاضرة القادمة ان شاء الله. يعطيكم العافية.